السلام عليكم حبابي اخوتي وصحابي، معكم عربية في ايرلندا. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم هو غادي نصايبو قبعة، يعني طربوش او لا شابو. يلا نبداو على بركة الله. نحتاجو هاد المانكين، هادي غادي نحتاجوها غير باش ناخدو لها العبار وباش من بعد باش نفينيو فيها الطربوش. غادي نحتاجو هادي. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نعبرو، غتعبرو ريوسكم، الراس ديالكم غادي تعبروه ياك اوكي، وقيدوها في السيلو يعني في ورقه، غتقيدو شحال ديال العرض، ومن بعد غادي تعبرو من يعني من لهنايا الوسط ديال الراس حتى يعني لهنايا، غادي تعبرو من الوسط لهنايا حتى لهنا، غادي تعبرو هذا الطول ديال الطربوش اوكي. هذه اول حاجه غادي نديروها، غادي نعبروا كما قلت لكم، غادي تعبروا الراس وغادي تعبروا من يعني الطول والعرض. ومن بعد انا ديجا انا صافي موجدة، غادي مثلا انا عبرت هذا الشكل ديال الطربوش اللي غادي ندير اوكي. مي ما تشوف ما تخلعوش، راه عاي صغار وهاداك الشيء. المهم كتعبروا كما قلت لكم، يعني اولا العرض، فهاداك العرض اللي كتعبروا كتزيدوا عليها 10 سنتيم. يعني مثلا انايا راسي انا صغيور كتقسميها على جوج، المهم كتشديها هكايا اوكي، وكتاخدي العبار. انا مثلا انا العبار ديالي ديال راسي كله 52 سنتيم، هذيك 52 هي 26 الى قسمناها على جوج 26، وكتزيدي 10 سنتيم يعني في العرض اوكي. وفي الطول انا الطول ديالي 27 سنتيم، يعني من البنة يعني اللحية 27 سنتيم، زدت عليها عبرت من هنايا حتى لهنايا 27 سنتيم، وزدت 20 سنتيم اللي زدتها اوكي. ونفس العبار اللي شديتو ديال الدورة ديال الفوق غادي تشدوها من هنايا، يعني هذيك 26 سنتيم بلس غتعبروها من هنايا لهنايا 26 سنتيم، وغادي تزيدو 10 سنتيم هنايا و 10 يعني المهم جنب الاخر، يعني في التوتال تحت غيكون في 20 سنتيم صافي. وكتشكلو يعني كتشكلو الطربوش اللي بغيتو، حتى هاد الطربوش هذا غيكون لتحت واسع ومن الفوق غيكون شويه مزير. المهم كتراسي وكتاخذوا العبار كتراسي وهداك الشيء وكتقطعوا كما كتشوفوا انا درتو، كتقطعوا هذا الشكل هذا. المهم شنو غادي نحتاجوا دابا؟ هذه غير الخطوه الاولى اوكي، خدينا العبار وخدينا كل شيء. شنو غادي نحتاجوا دابا؟ غادي نحتاجوا الصابون، يا اما الصابون حجره اولا هذا الصابون هذا اوكي ديال الماين. غادي نحتاجو دلاك، انا عندي هاد الدلاك هذا راه وريته لكم قبل، وعندي هذا ديال المساج تنستعملو انا حتى هو كيساعد. غادي نحتاج هذا غير واحد هذا ديال حاجكم قادوس، ماشي قادوس، المهم واحد تيو قاصح هذا غنحتاجو حتى هويا. غنحتاجو فوطه وحده صغيره وحده كبيره، انا عندي هذه كبيره وهذه صغيره غنحتاجوها. وغادي نحتاجو هذه كما قلت لكم، ما عندكمش هذه ماشي مشكل، غير استعملوا هاد الجوج هادو ويدينا. انا نوريكم هذه اللي قلت لكم، انا مغلفه بهذا يعني بحال هذاك الميكرو اللي كترطق، انا عندي قاصحه غلفتها كتساعد مزيان. وغادي نحتاجو هاد الشبكه هذه حتى هي غادي نحتاجوها، وغادي نحتاجو ميكا حتى هي كترطق، هادو غادي نحتاجوهم اوكي. وغادي نحتاجو الصوفا كذلك، التي غنحتاجو هادي اللي عندي فيها انا الماء سخون والصابون
وغادي نحتاجو الصوصه. غادي نحتاجو، انا عندي لها في الموف طربوش، غادي نصايبو في الموف وفيه الخضر وفيه الليموني. غادي نحتاج هذا الحرير هذا غير باش نزوق به، خديت الليموني وخديت هذا، المهم الخضر والليموني. علاش هاد اللون هذا؟ حيت انا ديجا كنت مصايبه شال، كنت مصايبه شال راكم شايفون يمكن في هذا، صايبته وباغا نصايب ليه الطربوش ديالو. اوكي المهم نبداو على بركه الله. بسم الله نحيد هادشي من قدامي. ودابا يا كما شفتوني فرشت هذا هو الاول، وغادي نفرش يعني الطربوش اللي فصلته. انا يعني فصلته كيميكا هي الاولى حيت غنحتاجوه. المهم نبداو على بركه الله، غادي نبداو بالصوفا هي الاولى. تسناوني نقاد يعني لو كيف ما شفتو حطيت الميكا وداكشي، ودابا غادي نحط الصوفا. غنحطها على طول يعني الطول، نبقاو غاديين حتى غادي نكملوها كلها يعني بالطول، ومن بعد غادي نديرو الطبقه الثانيه يعني مكروازيه في العرض. ماما الخوت والحباب تبعوا معايا كاع الطرق، وان شاء الله نتلاقاو يعني في تقريبا في الاخر، ولا ماشي حتى في الاخر ديال الفيديو. المهم ملي نوصل الشرح باش نشرح لكم حاجه اخرى نتلاقاو. يلا تبعوا معايا. دابا خوتي راني يعني كملت هذوك جوج طبقات كما قلت لكم في الاول، يعني طول والطبقه الثانيه عرض. ودابا راه كنفزكها بالماء سخون والصابون كيف ما كتشوفوا معايا، خصني نغطيها كلها بالماء والصابون. وغادي هذيك الشبكه اللي وريتكم قبيله عاد كنديرها فوقها وكنبقى نقرصها هكايا، كتساعد ان يعني سمنتو هذا تهبط الصوفا كتهبط صافي. بدلك عيك نقادها مزيان. ودابا غادي نقلبها، وغادا نصايب الجناب، يعني هذيك الجناب غادي نطويهم يعني كيف ما كتشوفوا، غادي نطويهم ونطويهم يعني مقاد مزيان، ما يكونش مخربق ولا شي حاجة، يعني يكونوا مقادين. هذوك الجناب هما يعني البلاصة اللي غنخيطو، ما غاديش نخيطو غير بالصوفا هكاك، ما نديرو لا خياطة لا حتى شي حاجة، هكاك كيتلصق صافي. المهم الخوت دابا غادي ندير نفس العمليه اللي درت في الاول في الوجه الاول، دابا غادي نديرو دابا انتما يعني الصوفا ملي ديروها في الجناب بحال كندير انايا ديروها خفيفه، ما ديروهاش غليظه بزاف، لان ديجا دايره طاويه ديك الطاويه، حيت الا درتها غليظه غيجي الجهه تجي شويه غليظه والجهه رقيقه، يعني فهاداك الجناب ديرو الصوفا شويه خفيفه. المهم انا غدا كي كنكمل نفس الطريقه اللي درت في الاول كنديرها دابا.
ودابا الخوت من بعد ما درت يعني طويت جناب وكل شيء كيف ما شفتوا معايا، دابا غدا ندير الصوفة الموف هي اللي عندي لها، وتا هي نفس الطريقة اللي درتها في الصوفة الخضراء غادي نديرها في الصوفة الموف، يعني جوج طبقات، الطبقة يعني على طول ومن بعد نكروازيوها في العرض، ومن بعد غادي نقلبها. ملي نكملها الوجه الاول غادي ندير نفس العمليه عاوتاني الوجه الثاني كيف ما درت في الاول بالصوف الخضر غادي نديرها بالموف. يلا نخليكم تبعوا معايا كاع الطرق ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. We'll be right back.
نزوقها بهذيك الصوفه الليمونيه، غادي نشد الطريف وغادا نبقى نطول فيه بشويه بشويه باش ما يتحلش وداك الشيء، يعني نروليها بين يديا نرققها زعما كاينه، وغادي ندير الديزاين اللي انا بغيت. انا درتو على هذا الشكل هذا. المهم انتما تحاولوا تقاو تقادوا بيديكم باش ما يجيش يعني يجي مفينيا، يعني يجي داك الشيء خدمه نقيه. كتقادوها مزيان بيديكم وانتم تقدروا تزوقوا باي طريقه بغيتوا. ودابا غادا نشد الحرير ونحطه فوق هذيك الصوفه الليمونيه، كتعطيها واحد البريون كتا منظر هو زويون. صافي كنقادوها مزيان بيدينا. راه قلت لكم خاص يكون عندكم الخاطر. ما كانش الخاطر ما تقيسوا هذا الشيء. وكنغطيوها بالشبكه وكنبقاو نديرو مساج بيدينا كيف كتشوفوا الطريقه اللي كندير بها انايا. انا الفيديو راه غير مزرباه باش ما نعطلش عليكم بزاف. ودابا كندير بالماكينه هذه، حتى هذه الماكينه كتساعد مزيان ان الصوفه تلصق بالزربه. واخا كنخدم الدلاك لابد خاصني نخدم الدلاك ويدي هذيك لابد من الماكينه. المهم كتساعدك في الاول ان الصوفة كتلصق كتزرب عليك الخدمه. صافي كنبقى غادا هكايا بالماكينه، ومن موراها غادا نشد سمتو يعني نشد اش تقولوا ليا. المهم تبعوا معايا. المهم غنبقى ندور عليها كلها بالماكينه، حيت هذيك الماكينه كتفيبرا وهذيك كتساعد يعني الصوفة يعني تدخل مع بعضياتها وتلصق بالزربه. المهم من بعد غادا نشدها وغادا نقلبها، غادي نقلبها باش نزوق يعني الجهه الاخرى. وديما ملي تبغوا تقلبوها يعني بشويه، لانه تقدر الصوفة تكون باقا ما لاصقاش، وخصوصا المبتدئين يعني يعيب شويه يقلبوها باش ما تخسروش الصوفة او لا تخسروا الزواقه اللي درتو. المهم كما شفتوا راني زوقتها بهذه الطريقه هذه، وغادي ندير نفس العمليه، غادي ندير مساج ومن بعد نغطيها بهذيك الشبكه وندير عليها الماكينه عاوتاني، او الشبكه انا غطيتها بالميكا يعني بالشبكه اولا بالميكا. المهم وكندير نفس العمليه. المهم الخوت تبعوا معايا كاع الطرق وان شاء الله نتلاقاو.
دابا الخوت كما شتوني حطيت فوطه تحت لانه مع الماء وهداك الشيء فهمتيني، وكذلك كتساعد ملي كدير تروليها في هذيك العصا الطويله كتساعد انها ما تزلق ما حتى شي حاجه. المهم كتبقى ترولي كترولي كترولي يعني تقريبا نقولوا 10 دقائق كل جهه، يعني درتيها على طول كل قنت في الطربوش خاصك تروليه كل جهه، لان هذيك كتساعد ان كاع الصوفه تدخل مع بعضياتها. المهم الخوت تابعوا زيدوا تابعوا تابعوا الطرق، ومهم انا معكم. شوفوا انا خديت هذاك ديال المساج وكنعاون به حتى هويا باش نزيدو نصغروه، لان باش تصايب الطربوش لا خصك تصايبو كبير، واخا تبلاصقو كلشي مي خاصك تزيد تخدم فيه وتصغرو وتشكلو على الشكل اللي بغيتي. المهم الخوت انايا دابا غادا نمشي نرقد الطربوش نخليه في الماء سخون ربع ساعه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ونوريكم الطرق الثانيه باش نفينيو الطربوش. انا قصرت عليكم يعني الفيديو لانه طويل بزاف. المهم اخوت نتلاقاو في تتمه الفيديو، خليت لكم الراحه.